شكرا حنان عاطف، واهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفقره حواريه بننقلها اليكم من حديقه مبنى الاذاعه والتلفزيون في ماسبيرو. بنتكلم في هذه الفقره عن دور الدعاء الجدد الشباب، ازاي ممكن يتم تدريبهم بشكل حديث من خلال البرامج التدريبيه اللي يعني بتقدمها اداره التدريب بوزاره الاوقاف، وفق ما كلف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه مدير التدريب بالوزارة باختيار مجموعة متميزة من الدعاة الشباب اللي بيبلغ سنهم من 25 ل 40 عام للتواصل مع الشباب، لرد على أسئلة يعني الملحدين أو المشككين في الدين أو الجاهلين، رسم خريطة للحاد في مصر، أيضا الإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالأسئلة الدينية المختلفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من خلال كمان برنامج الواتساب للتواصل عبر الهواتف المحمولة. كل ده هنتناوله في هذه الفقرة الحوارية، ودعوني أرحب بضيفي الدكتور إبراهيم أمين العالم بالأزهر الشريف. صباح الخير يا فندم. أهلا أهلا، صباح النور، مرحبا مرحبا، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. في البداية قبل ما نتحاور مع حضرتك نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. بهدف توظيف الشبكة العنكبوتية في الدعوة لتصحيح المفاهيم الإسلامية المغلوطة لدى البعض، قامت وزارة الأوقاف باستخدام الفيسبوك والواتساب كمنبرين من منابر تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي، كما دشنت الوزارة صفحة على الفيسبوك بعنوان تصحيح المفاهيم. وارتباطا بذلك افتتحت الوزارة دورة تدريبية لشباب الأئمة تتناول تصحيح المفاهيم الإسلامية بمداخل جديدة، وتدريب الدعاة الشباب على كيفية الحوار مع غيرهم، حيث تم تنظيم دورة تدريبية ل300 من شباب الأئمة من كافة المحافظات، وتم اختيار الأئمة على أساس قدراتهم على استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة ومدى تجاوبهم مع الشباب. ويرى البعض أن فكرة الدورة جيدة لكونها ستسهم في تصحيح بعض المفاهيم لدى الدعاة حتى يستطيعوا توضيحها للناس بصورة واضحة وصحيحة، فيما اعتبرها البعض الآخر خطوة على طريق تجديد آليات الدعوة ونشر سماحة الدين الحنيف. كما تعمل وزارة الأوقاف على مد جسور التواصل مع المبدعين للتفكير في عمل جاد ينقل صورة الإسلام الصحيح، وإنتاج أعمال إبداعية وثقافية وفنية تركز على القيم الإنسانية والأخلاقية لتسهم إلى جانب الدعاة المستنيرين الوسطيين في إبراز الوجه الحضاري السمح للإسلام والحضارة الإسلامية. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وحوارنا مع دكتور ابراهيم امين العالم بالازهر الشريف. يعني دكتور ابراهيم، يعني في البدايه هذه الخطوه هل بتعتقد انها جت متاخره؟ لان مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه موجوده من فتره، وكان في هناك مطالبات بتفعيلها في الدعوه الدينيه وتدريب الائمه والدعاء عليها، هل بتعتقد ان هذه الخطوه يعني جاءت بعد وقت متاخر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بحضرتك وبأسرة البرنامج وبالسادة المشاهدين، وأقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير، ونحن يعني بضعة أيام ونبتدئ شهر رمضان، فكل عام ومصر وكل العالم الإسلامي والإنساني بخير وأمن وأمان وسلام إن شاء الله. التواصل الاجتماعي ليس بدعا من الأمر، القرآن الكريم يدعو إليه، والسنة النبوية المطهرة تدعو إليه، سيدنا سليمان يستخدم الهدهد، نوع من أنواع التواصل الاجتماعي، الهدهد يكون سببا في إسلام مملكة كاملة. يذهب إلى مملكة سبأ ويرى حال الملكة ومن حولها وينقل هذا الأمر لسيدنا سليمان، وبعدين يبعثه برسالة سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين، ثم يعود بعد هذا الحوار فتسلم المملكة بأكملها لسيدنا سليمان أو مع سيدنا سليمان. نعم. لله رب العالمين. التواصل الاجتماعي ده مهم جدا أن احنا نقتحم هذا المجال. صحيح الخطوة جت متأخرة، ما أحوجنا إلى أن نسبق الآخر، ما أحوجنا إلى أن نسبق الشيطان، ما أحوجنا إلى أن نسبق الأفكار الضالة حتى نهاجمها، حتى نرد عليها، حتى نقنع أصحابها. لأن عند حضرتك عندك جاهل وعندك حاقد وعندك حاسد وعندك واحد قرأ خطأ، يعني القراءة خاطئة،
أو فهم خطأ، كل هؤلاء في رقابنا في الواتساب مثلا. تأتيني رسائل الكلمة دي لو بعتها العشرة مش عارف هيحصل لك إيه، ولو ما بعتهاش هيتخرب بيتك وتكب زيتك. لا، وأحيانا يكون هناك أحاديث مغلوطة أو يعني أقاويل منسوبة خطأ إلى للحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. فدور العالم هنا أنا على سواء كان الجروب بتاعي أو الصفحة بتاعتي أو برد على الناس، يا أخوانا الحديث ده حديث باطل، الحديث ده حديث موضوع، هذا ليس بحديث أصلا. وأرد على الناس حتى يعني أتعلم ويتعلم معي من هو معي على صفحتي أو على هاتفي. لكن الآخرون ينبغي أن نحدث دورة وتدريبا وتواصلا مع هؤلاء الناس حتى نرد على هذه الأفكار المغلوطة. نعم. وقد سبقنا القرآن الكريم في ذلك. القرآن الكريم يأتي بكلام الشاكين ويرد عليه في نص القرآن الكريم. القرآن الكريم يأتي بالدهريين الذين يقولون يعني لا يهلكنا إلا الدهر ويرد عليهم، يأتي بالذين ادعوا لله ندا أو شريكا أو زوجة أو والدا أو ولدا ويرد عليهم، يأتي للذين تناولوا الرسل بالجنون أو بالكهانة أو بالسحر أو ويرد عليهم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعم. يعني إذن الرد على الإساءات أو التشكيك في الإسلام هو أمر واجب على المسؤولين عن الدعوة في مصر، واجب علينا جميعا وليس على المسؤولين على الدعوة. نعم. فقط على هو مسلم. أوجب على أهل الدعوة. نعم. لكن واجب على كل مسلم. طيب، في ظل تزايد هذه الهجمة الشرسة على الإسلام من خلال ظهور تيارات منحرفة، تيارات متطرفة، تيارات ملحدة، يعني تشكيك في ثوابت الدين بقينا يعني بنشوفه في الفترة الأخيرة، هل بتعتقد أن اختيار 300 فقط من الدعاة الشباب كافي للرد على كل هذه الحملات المشوهة للدين؟ احنا يعني اقل اضعف الايمان عايزين 300,000 مش 300 واحد، احنا عايزين 300,000. نحن نحتاج في كل مكان، في كل نادي، في كل شارع، في كل مبنى، في كل مجمع، في كل موقع، نحتاج الى عالم واثنين وثلاثة وعشرة، ونحتاج الى التنويع في العلماء. لان هناك من لم يقبل مثلا كلام شيخ الازهر لكن يقبل كلام داعية زي وشاب زي منقول احنا في اللغة بتاعتنا ريوش، واد ريوش كده كده، ويجيب مثل من هنا ويجيب أغنية من هنا ويقبل هذا الكلام، يخاطبه بنفس لغته بالضبط. يعني فتح الله عليكم. نحن عايزين حد ينزل للشباب، ينزل للسيدات، ينزل للبنات، ينزل لكل مستوى إلى مستواه ويخاطبه به. لو جمع الشيخ أو الداعية أو هذا خير، إن لم يجمع هذا أو لم يستطع أن يتناول هذه اللغة أو يتعامل بهذه اللغة، يبقى خلاص نؤهل أناسا. كان صلى الله عليه وسلم يبعث الشباب لقضاة ودعاة وأئمة، يبعث سيدنا معاذ وهما ما زال في مقتبل الشباب ويدعو له بالتوفيق ويوفقه الله تعالى، يقول له أنت تأتي قوما أهل كتاب، بعثه إلى اليمن، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قبلوا فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. نعم. فإن قبلوا، شوف التدرج يا أستاذنا، إن وافقوا بدي قول لهم في حاجة تاني، إن وافقوا بدي قول لهم حاجة ده. هذا الأسلوب التدرجي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أنجح الأساليب التي تستقطب الآخر وتفهمه الدين بيسره. إن الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله المنهج اللي يمشي عليه كداعية وكقاضي حينما يذهب إلى هذه البلاد. فإن أجابوا فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات، فإن أجابوا فأعلمهم أن عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يعني حضرة النبي مش عايز منكم حاجة صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام مش عايز منكم حاجة، ده هو بياخدها من الأغنياء بتاعتكم بيديهم مين؟ لابن عمك وابن خالك وخالتك وعمتك وقرايبك، حتى هيدعوا لك. لكن لما ما تديهمش زكاة مالك على طول الدعوات الثانية بقى، ولذلك تلاقيه لا يبارك له، وغالبا ما تكون عاقبته سيئة لأنه لا يخرج زكاة ماله. طيب، يعني اختيار أيضا فئة الشباب من سن 25 لسن 40 سنة للتدريب على هذه الوسائل الحديثة في التواصل الاجتماعي، الفئة العمرية دي تحديدا لماذا تم اختيارها من وجهة نظرك؟ هي فئة عمرية جميلة، لكن عندك اللي قبل 25 سنة ما هو ضاع،
نعم. ده انا عايز كل فئه يعني في ابتدائي عندي اولاد مدربهم على كده، في اعدادي عندي اولاد مدربهم على كده، ويبقى داعيه. النبي صلى الله عليه وسلم اختار للقتال، للقتال في الغزوه من عنده 14 عاما، 14 سنه طالع يجاهد في سبيل الله، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. طب الفئة اللي قبل 25 سنة دي هتعمل فيها ايه؟ هتسيبها كده؟ لابد ان نجند وان ندرب وان نوجه للدعوة في كل مراحل ايه العمر، حتى يخاطب كل واحد مراحل عمره بلغته وبعقله وبفهمه، ويبقى مننا عليهم نوع من الارشاد، نوع من التوجيه، نوع من الايه المتابعة. طيب فيما يتعلق بفئة الملحدين في مصر، وطبعا توتر الأخبار عن تزايدهم بشكل كبير، يمكن مش في مصر بس، يعني في العالم الإسلامي بشكل عام، كيف يمكن لهؤلاء الدعاة أن يتعاملوا مع هذه الفئة؟ يعني إذا كنا مثلا بنتكلم أن هم هيحاولوا يصححوا مفاهيم دينية للمشككين أو اللي عندهم أفكار متطرفة أو غيرها، لكن الملحدين بالذات يعني ان هم يتجاوبوا اصلا مع هؤلاء الدعاة في البداية، او نكسر الحاجز اللي بينهم وبين قبول الحوار او قبول فهم الدين من اول وجديد، ده امر صعب اعتقد. الاهتمام بالدعوة ده واجب انساني قبل ان يكون واجب ديني. نعم، واجب انساني قبل ان يكون واجبا دينيا. طيب الاهتمام بالدعوة ده احنا بنعمل ايه؟ ما ينفعش نقفل اي مسجد من المساجد، بدل ما تقفل المسجد عين لي فيه خريج ازهري ودربه وعلمه عشان يجيب كل الجماعة الموجودين في المسجد دول يأتي بهم الى المنهج الازهري الوسطي، يأتي بهم الى الاسلام السمح الذي تعلمناه من القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم امة وسطا. انا عايز اجتمع بهم في النوادي، عايز اجتمع بهم في كل اماكن الثقافة والحوار، في ملاعب الكورة، في حمامات السباحة، في على الشواطئ، في المصايف والمشاتي، عايز اجتمع بهم ويبقى لنا ندوة، يبقى لنا حفلة فيها اغنية وفيها قرآن وفيها شعر وفيها ثقافة، جرعة متكاملة اطلع منها كده وجبة دسمة. لكن تترك هذه المجالات حتى المساجد، لا ما ينفعش نقفل المساجد، ده رأيي الشخصي. انا ما يعني ما تقفلش المساجد، عين لي خريجين، عندك عشرات الالاف من الخريجين عينهم، مش مؤهلين، اهلهم في اسبوعين ولا ثلاثه، اعمل لهم دوره واثنين وثلاثه، شهرين ثلاثه، هيبقى عندك عشرات الالاف المدربين اللي حملوا الفكر بتاعك ووصلوه للناس دول، وناقشوا اولادنا وبناتنا ورجعوهم للفكر الوسطي. لكن لو لم نفعل هذا ضاع هذا الجيل، وسيضيع الجيل اللي بعده، وهيبقى جيل اصعب. يعني دلوقتي الحاد، بكره يبقى كفر وزندقه، بعده هيكفرك، بعده هيقتلك، لان خلاص انت ما بقتش في دماغه. لا، احنا عايزين نلحقه من الاول، الفكره بالفكره، والمنهج بالمنهج، والتوجه بالتوجه. تعالى، يعني انت عايز تفهمني ان الدنيا دي اتخلقت صدفه؟ طب ازاي؟ تعال قول لي الموضوع النباتي ده، التمثيل الضوئي ده ازاي يحدث؟ تعال قول لي ازاي ربنا عمل لي ودن وعينين والنعم اللي ربنا قال فيها، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يجوا الاطباء دلوقتي يقول لك العين دي فيها 13 تخصص، كل واحد ملوش دعوه بالتخصص بتاع التاني، العين دي 13 تخصص. احنا كنا زمان نقول نعمة البصر، قال لا، ده دلوقتي بقى فيها 13 تخصص، تحت كل تخصص كم مئة من النعمة، كم وما زالوا العلماء يكتشفون الحقيقة حتى الآن، يعني أسرار الخلق، خلق الله تعالى سبحانه وتعالى جل جلاله في الأرض. لكن بنتكلم كمان عن قرب حلول شهر رمضان، وأقل من أسبوع على بداية الشهر الفضيل، بتكثر دايما الأسئلة الدينية مع اقتراب هذا الشهر. وفي فتاوى الحقيقة بتطلع ممكن تكون مضللة بعض الأحيان. إزاي ممكن توحيد مصادر الفتوى؟ لعندنا الحقيقة مشكلة في ده، يعني بعد إغلاق قنوات دينية كتيرة ما زال هناك مواقع مضللة بتصدر فتاوى خاطئة، ما زال هناك برامج دينية أيضا على بعض الفضائيات بتجيب على أسئلة الناس، وبيبقى فيه تضارب في النهاية، يعني محدش عارف المصدر الصح اللي احنا نستقي منه الفتوى المناسبة لحياتنا وعصرنا في هذا التوقيت. أنا عايز أقول للدولة والمؤسسات الدولة، خليكوا ورا الأزهر، وقفوا جنبه، ما تقصقصوهوش، افتحوا له الأبواب، افتحوا له كل المواقع وكل الأماكن وكل الأوقات التي يستطيع الأزهر أن يؤدي رسالته فيها. من غير الأزهر حنضيع،
الأزهر هو العمود الفقري لمصر وللعالم الإسلامي. أنا مش موجود على الساحة فتوجدت قنوات معينة تعطي فتاوى معينة أوصلتنا إلى ما نضج منه الآن وما نهلع منه وما نخاف منه الآن. لكن لو أنا كأزهري موجود على الساحة، موجود في قناة، موجود في موقع تواصل اجتماعي، موجود في نادي، موجود في مصيف، موجود في مشتى، موجود في فندق، موجود في كل المواقع، أوجد أزهريا ليعطي للناس الفكرة الوسطية، ما خلصت القضية. أنت خلاص شبعتني، طب أنت ما شبعتنيش، اديتني 5 دقايق الساعه 3 الفجر ولا الساعه 3 ونص ولا 6 الصبح، انا ما كل الناس نايمه. انا طب هل الفكره يا دكتور في دعم الدوله للازهر فقط، ولا كمان في يعني وجود ثقه ما بين المسلمين وبين الازهر؟ اللي احنا بنلاقي شيوخ الحقيقه بيطلعوا على الفضائيات وبيقولوا يعني كلام ضد الازهر وبيشككوا في مصداقيه الازهر، والحقيقه الشيوخ دول يعني بيخطبوا في مساجد وليهم أشرطة وليهم سيديهات وليهم جميل شعبيات في عدد جميل كبير من الأماكن في مصر، جميل من ضمنها القرى والأماكن الشعبية وغيرها. أحسن هذا رائع، هذا العرض عرض رائع. طب أنا فين؟ الدولة مش واقفة في ظهري ليه؟ مش بتفتح لي المساجد دي ليه؟ مش بتديني السلطة على الناس دي ليه؟ السلطة مش ان انا اضربهم ولا لا، سلطة ان انا اقعد معاهم وارجعهم. فاللي حيمشي على منهجي وعلى فكر الازهري اللي انا اتعلمته في منهج الازهر اهلا بيك في مساجدنا. لا، هو لقيته انا بيضاد التوجه الازهري اقول له بالسلام، انا مش عايزك، انا عايز ازهري بس، ازهري فقط، انا عايزك تبلغني المنهج الازهري بكل امانه، ما تحطلوش شويه شطه من هنا ولا ملح من هنا ولا كمون من، عايز المنهج الازهري فقط. واتواجد على الساحه في كل المساجد، في كل اماكن التواصل الاجتماعي او ازمنتها او احوالها او اساليبها يكون الازهري موجود. لكن انا لما سحبت الازهري من الموقع، لما ما اديتلوش حقه، لما ما اديتلوش كتب، لما ما اديتلوش امكانيات، لما ما اوجدتلوش على الساحه ما يستطيع ان يتواصل مع الناس، غزا هذه المواقع غير الازهري، فاخرج لنا الفكر المتشدد، اخرج لنا ان رئيس الدوله كافر وان الدوله دي كلها كافره وان احنا عايشين في مجتمع جاهلي، وقرا لفلان ولفلان وفلان، يعني مش عايز اسمي اسماء انا، فطلع علينا وهو بيكفر كل الناس، مفيش غير هو بس والمجموعه اللي معاه هم اللي مسلمين. طب هو ده من مين؟ لان انت اغلقت على الازهر، انا عايزك تفتح له الابواب، مش كلام، انا عايزك تقف في ظهره، لان هو ده اللي هيوصلني فعلا للاسلام الوسطي. ليس اسلاما مشترى من اوروبا ولا امريكا ولا اسرائيل، لكن هو هيوصل لي الازهري بالفعل، هيوصل لي، لان انا مش ممكن اوحد الفتوى. يعني ايه مش ممكن اوحد الفتوى؟ ايوه الفتوى لحضرتك، الحكم حاجه والفتوى حاجه تانية. الحكم ده صلاه الظهر حكمها ايه؟ ده فرض، كل العلماء يقول لك اهو دي توحد فيها. لكن لما الفتوى، فتوى على حسب حال حضرتك، مسافر ولا مقيم، صحيح ولا سقيم، عفاكم الله من السقم، يعني يعني غني ولا فقير. طب احنا بنلاقي فتاوى بتطلع برضو بشكل عام بس بتبقى غريبه يعني، وبتبقى بتهاجم من الازهر، وهنا بيبقى في جدل كتير يعني كبير حول بعض الموضوعات. عايزين نرجعها بقى للازهر عشان يفلترها لنا، يقول لنا الفتوى دي بناء يبقى هو المرجعيه. لابد من التنسيق ما بين وزاره الاوقاف والازهر يا دكتور، شايفه ازاي ممكن؟ هذا مهم جدا. الازهر له الهيمنه اكيد، والاوقاف هي فرع من الازهر او ابن الازهر، فلا بد ان يكون توافق يعني كامل، وان يكون هناك تنسيق كامل بين الازهر والاوقاف. يعني لذلك انا بتعجب من بعض الناس يقول لك فلان الفلاني من علماء الاوقاف، يعني عفوا يعني لا، هو من علماء الازهر، يعني الازهر هو الذي علمه، واحترم طبعا كلمه الاوقاف، لكن الاوقاف دي فرع، دي الازهر هو الجزع والاوقاف فرع. طيب منها عشان نتكلم بشكل كامل عن الازهر لازم نتكلم برضو عن نقطتين مهمين، وهما التعليم الأزهري والإعلام. نعم. لو نبتدينا بالتعليم الأزهري، حضرتك طبعا أدرى مني بحال المعاهد الأزهرية في مصر عامل إزاي. يعني الحقيقة بعضها في حالة يرثى لها، يعني طبعا حتى يكفي أن احنا نعدي من بره كده على المعهد ونشوف المنظر.
ما بالك بقى بالداخل يعني ازاي ممكن نطور التعليم الازهري علشان يعني البذره نفسها من الاول تبقى كويسه. دعني ادعو الله لك ان يوفقك على يعني هذه الجمل. ربنا يخليك. الحقيقه فعلا هو ده اللي انا اقصده من شويه، ان انا عايز الدوله تقف في ظهر الازهر، ان المعهد الازهري من نظافه، من كتب، من منهج، من تدريس، من دعم، من 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 ثقافه، من حوار، من اخلاقيات، من سلوكيات. عايز الدوله تقف في ظهر الازهر في ده. ما ينفعش ابقى الفصل مثلا كثفته 40 واحد، لا ما عندناش معاهد. ما تبني معاهد، ما انت عندك اراضي للاوقاف. ما هي الاراضي الاوقاف دي عاملينها ليه؟ ما هو عاملينها للازهر الشريف، ما عاملينها للامور الخيريه. ابني معاهد. لا اصل الازهري، ما هو ما حدش واقف في ظهرك غير الازهر، ما حدش واقف في ايدك مكان ايدك اليمين غير الازهر. يبقى ابني له المعاهد، وسع له الجامعات، واعطيه الفرصه كامله ليدخل الى عقل طلابه. نعم. ليعطيهم الفكرة المضاد لهذا الفكر المغلوط، الفكر الصحيح. تعالوا انتوا بتقولوا كذا وكذا، طب انا هرد عليكم بقى. انا لما يجي حد يشرح لي على ضوء المنهج الازهري قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الفاسقون، فاولئك هم الظالمون. لما يشرحها لي ازهري ساتعايش مع المجتمع الذي انا فيه بسلم وسلام وامن وامان وتواصل وبناء. طيب لو شرحها لي واحد تاني من كتب تانية هيدخلني بقى في مرحلة تانية، مجتمع جاهلي. كل شوية في كتابه يقول لك هذا المجتمع الجاهلي، هذا المجتمع الكافر، هذا هيطلع يفجر، يقتل، يذبح، يسيئوا تفسير الآيات على حسب أهدافهم. طبعا يوظفوها بشكل خاطئ. طب النقطة التانية وهي الإعلام. سمعنا عن إطلاق قناة الأزهر من فترة وتوقف المشروع، رغم أنه كان في حالة ترقب وانتظار وشغف لهذه القناة وإعداد ليها، لكن الحقيقة توقفت. وشفنا قد إيه أن فيه هجوم من جانب برامج معمولة خصيصا في بعض القنوات الفضائية مؤخرا لشن هجوم على الأزهر والتشكيك في علماء الأزهر، ووصل الموضوع لدعاوى قضائية. وشفنا حملات متضامنة مع الإعلاميين اللي بيقدموا هذه البرامج. إزاي ممكن يوظف الإعلام لصالح الأزهر، أو نقدر نقول إزاي الأزهر يبقى عنده إعلام قوي؟ لأن احنا بنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، هي دي إعلام برضو. نعم. لكن الإعلام المرئي والمسموع إزاي؟ نعم. احنا مش بنقول إن مؤسسات الدولة دي ما ينفعش المساس بيها. هو الأزهر ده مؤسسة دولية ولا مش مؤسسة دولية؟ نعم. كيف يسمح لفلان أو فلان أن يتكلم على شيخ الأزهر؟ كيف يسمح لفلان أو فلان يتكلم على منهج الأزهر؟ من أنت؟ ما هي ثقافتك؟ ما هي قراءاتك؟ ما هو علمك حتى تتناول المناهج الأزهرية؟ ده يؤتى به أمام محكمة ويحاكم بالورق والقلم، زي ما الكتاب قال: أنت ما انتش عالم، يبقى تجنيت، يبقى كذبت، يبقى افتريت، يبقى ونشوف بقى القانون بتاعنا بيقول إيه على المفتري، بيقول إيه على الظالم، بيقول إيه على المدعي، بيقول إيه على خائن الأمانة. ما انت حينما تنال الأزهر أو تنال من الأزهر بغير علم، يبقى نشوف القانون هيقول إيه عليك، أنت افتريت. طيب لا، أنا بتكلم بعيدة عن القانون فضلة الشيخ، أنا بتكلم إزاي الأزهر يبقى عنده إعلام قوي، يعني يوصل رسائله، يتفاعل مع الناس، يبقى فيه يعني الجديد اللي هو بيقدمه. الناس شايفة برامج فيها متخصصين من الأزهر. نعم. بيقدموا كل أنواع. نعم. البرامج الدينية، الفقه والحديث. نعم. والسيرة. أحسن. والقرآن. أحسن. والتفسير وغيره. أحسن. أنا مثلا في مبنى مسبيرو أو التلفزيون الدولة، أنا محتاج الفكر يا جماعة، يا كل الموجودين في مصر، احنا محتاجين الفكر الازهري ولا مش محتاجينه؟ بالاجماع طبعا الازهر احنا ملناش غيره. طب هو فينه في الاعلام؟ ساعة في اليوم، ساعتين، و23 ساعة لحاجات تانية؟ لا، انا محتاج يبقى الازهر موجود معايا في البرامج، يعني اضعف الايمان 50-50، نص 12 ساعة موجود عندي، يكلمني في تفاصيل التفاصيل ويفهمني يعني كيف تكون النجاة بالمنهج الأزهري. لكن أنا مش متواجد، أنا متواجد 5 دقائق، 10 دقائق، 7 دقائق، 12 دقيقة، ما لحقش أوصل حاجة. حتى لو عايز أفصل حكم مثلا مش هلحق أفصله، عايز أرد على ملحد هرد على ملحد، هو عنده مليون فكرة الشيطان بيلقيها على قلبه كل شوية، كيف أرد على ملايين الأفكار في 5 دقائق؟ لا، أنا محتاج
هناك فرصة في كل البرامج في كل القنوات وحتى القنوات الفضائية تلزم من قبل الدولة نقول له يا أخي أدي واجبك الوطني. إيه واجبك الوطني؟ إن الأزهر ده هو الحصن للدولة. يعني أعمل إيه؟ نقول له لابد أن يكون في برنامج للأزاهرة معاك في وقت حي. هنا انتوا بتسمعوا عندكم في الاعلام وقت ميت ووقت حي، خليه في الوقت الحي عشان يتواصل مع الناس ويتفاعل معهم. نعم. وكلما طيب. كان المستضاف مفكرا ونيرا ومطلعا على الواقع كلما كان انفع وانفع لمصر واهلها. طيب نتكلم بقى عن إفادة العلماء والأئمة إلى الخارج لنشر الدعوة. نعم. يمكن كمان لإحياء ليلة رمضان وإحنا مقبلين على الشهر. نعم. الفضيل. نعم. مؤخرا تم إفاد أو وافق الوزير وزير الأوقاف على إفاد 4 أئمة إلى سويسرا وبلجيكا واليونان والبرازيل. أهمية ده من وجهة نظرك إيه؟ الحقيقة برضو دي مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. هل ده كافي شايفه كافي؟ نهائيا نهائي ولا حاجة. أنا بسافر أوروبا تقريبا كل سنة في رمضان. نعم. لا أكاد أرى شيخا، إن لقيته يبقى كده يعني كأني شفت رؤية يعني وأنا نايم يعني. لا ده احنا عايزين نبعث لهذه البلاد يعني مئات الآلاف من الشيوخ والدعاة وهم يحتاجون إلى هذا. ما بيصدقوا يشوفونا، ما بيصدقوا يشوفوا واحد بالزي الأزهري. عندهم افتقاد لده، عندهم افتقاد وعندهم برضو أرض خصبة وعندهم برضو دعاة سيئون يشوهون الصورة الحقيقية للإسلام. أشكرك الدكتور إبراهيم أمين العالم بالأزهر الشريف، وكل سنة وحضرتك بخير. شكرا لحضرتك وأنتم بتمام الصحة والعافية. شكرا لحضرتك.